أن مخرجنا أيضا ينظر لها في الموضوع، أيضا أخوي حمد الديحاني ينظر لها. يعني شوفوا هذه ركلة جزاء القادسية، حلو؟ هذه الزاوية الأولى اللي انعادت منها، هذه الزاوية الثانية اللي انعادت منها اللفظة. يعني أنا الحين بوريكم الفارق يعني، وهذه الزاوية حاسب على كم. لا لا أنا شوف، هو لو ركلة الجزاء صايرة حق الكويت هني راح يعيش نفس الموقف، أنت فهمت قصدي؟ يعني شوف الآن الكويت هذه الحالة الثانية، الزاوية الثانية، حلو؟ الحين زاويتين، شوف هذه الزاوية الثالثة، هذا ثلاث زوايا الآن. لا شوف الزوم، شوف 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 يمكن عدد الكاميرات. لا 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 فهمني ابو لهيب، شوف هذه الزاوية الرابعة، شوف أربع زوايا الآن. الحين قلت ثلاثة أربعة، وهذه الزاوية الخامسة. يعني أنت اليوم أنا قاعد أقول أنا أقصد يمكن كاميرات الجهة هذه أكثر من اللي هناك. ما يصير ابو لهيب، أنت اليوم لازم توزع. إيش قاعد أقول لك؟ أنا قاعد أقول لك لازم توزعها بصوره متساويه، لازم عشان هو التمس لها العذر قبل لا قبل. انا ترى ما اخذ حسن النيه، لانه هو اساسا ما يدري يمكن نادي الكويت هناك بالضبط، ما بتصير بنالتي هني بتصير. فانت اليوم عشان لا تظلم هالفريق ولا تظلم، حط نفس الزوايا هني نفس الكلام. هذا اكد حتى لقطه ضاري سعيد كانت مو واضحه لنا، بس بالتصوير وين حاش لقطه ضاري سعيد ما كانت واضحه لنا، عشان كذي نفس الزاويه عزيز ترى هذه. لذلك انا ليش ضربه الجزاء مالت القدسيه الشوط الثاني مو واضحه، يعني مو واضحه لنا لما شفتها انا بالنقل المباشر، يعني ما اقدر اغيب اقول شاده ولا مش ترى حتى الفار اللي هني يمكن لا ما عاد لانه معقول ما في الا كاميرتين. هذه مسؤوليه منه فرج اكيد الناس ما قال مسؤولية النقل، لازم يجب ان تظهر الصور. انت تقول مساء عندكم لقطات احنا ما نشوفها، هذه شفتها؟ لا شفتهم عادوها خمس مرات كانت ما قال عزيز. هذه اللقطات نفس الفي ار يعني يطلعها؟ لا نعم نفس اللي يشوفها الفار نفس الزوايا. فرد قال مساء في لقطة شافها احنا ما شفناها، لان الجهة هذه خلاص شفت البنت اللي انحسب حق نادي الكويت انعادت فيه خمس مرات، فالجهة هذه الظاهر يعطيك هذا اللي اقصده ابو لهيب. اليوم انت لا تظلم، لو فرضا هذه ركلة جزاء خالد صباح مثلا صايرة بالزاوية الثانية، شلون راح نطالعها نحكم عليها الفار، شلون راح يحكم عليها؟